إذن عدنا ولينا لكم مشاهدينا بعد ما خديتوا مقادير تاع المقبله لحقنا واياكم الى الطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي اللي هو اللحم غنمي، يعني حنديروه ملفوف. هاد الخطره نسحقوا فيه لحم غنمي، نسحق ايضا كميه تاع البصل، نسحق زبده، عندي الثوم، عندي فرماج بلون، وايضا لي زيبيس اللي نسحقهم، عندي فلفل كحل وشويه تاع راس الحانوت وكميه تاع الملح. اول حاجه حنديروها ناخذ البصل تاعنا نقطعوه بالطول، هلا بهذا الشكل، يعني بارابور لحم الدجاج، يعني اللحم ما يسحقش اننا نديرو له بزاف لي زيبيس ولا، يعني جينيرالمون هو الفلفل الكحل برك يكفيه، لانه على بالنا سورتو الغنمي عنده بنه تاعو سبيسيال، ماهوش كيما الدجاج ولا الديك الرومي. فوالا شعلوا النار. هنا نسحق ايضا كميه تاع البصل تكون شويه، يعني نزيدو نص الاخر، هنا تكون حبه تكون كبيره شويه. هانا بهذا الشكل رايح ندير هنا شويه تاع الزيت، ندير معاه كميه تاع الزبده. جينيرالمون في البلاط تاعي كامل نحب ندير فيهم نخلط بين السمن والزيت ولا الزبده والزيت، هاكا تمد ذوق. فوالا نديرو البصل، خليوها يدبل مليح، وفوق واحد اخر رايح ناخذ اللحم نديرو له فلفل كحل، ونزيدو شويه تاع راس الحانوت. هذا الشكل هنا لازم البصل تاعنا يذوب شويه، يعني يذبل شويه. ناخذ الجبن هذيك، او ها شويه تاع الثوم حطوه كيما راه. هكذا كيما قلت لكم ندبل دو بريفيرونس البصل يدبل مليح، بعدها رايح ناخذ الملفوف تاعنا ونحطوه يتقلى مليح مع البصل. هنا ما درتش الملح، نخليوه يتقلى شويه باش بعدها رايح ندير الملح. ما من المرقه تاعو لاصوص تاعو راح تجي اون صوص ثقيله شويه. فوالا هنا نوعو في طريقه تقديم انواع اللحم كيما هذوما، يعني فيها عديد من الطرق تقديم الملفوف، كل واحد كيفاش يحب يقدمو، كل واحد كيفاش يخدمو. هادو طرق رانا نبسطو فيهم، رانا نقدموه لكم نتوما مشاهدينا اكيد باش هكا تقدروا تجربوهم في بيوتكم. يعني الانسان خطره على خطره يقدر يتناول مثل هاد الوجبات، على بالنا ماهيش في متناول الجميع، لكن الانسان كما قلت مره على مره الواحد يقدر يخرج شويه من
من الدجاج للدجاج ولا الخضره غير الخضروات ولا الحبوب، مره على مره يتناول اللحم سورتو اللحم غنمي بيان سور. فوالا هنا راه دبل شويه البصل تاعي، نحط اللحم خليه يتقلى مليح مع البصل هو تاني. وهنا في التمرق تاعو لازم هنا كي نمرق نمرق غير بشويه، يعني ما لازمش نمرقوه مليح لانه نسحقوا كما قلت لكم اون صوص ثقيله شويه. وثاني في الطياب تاعو ان شاء الله حيكون طيابو خفيف. وسيدات اللي تحب يعني طيب تمتم ديروا في الكوكوطات فيسيه، يعني حوالي نص ساعه حتى 45 دقيقه يكون طايب اللحم، يعني لما تكون في قدره ولا راح نديروه في الفرن راح ياخذ لنا حوالي ساعه يكون طايب. حمسوه كامل على كل الجهات. بعدها راح نغطيوه وندير له كميه تاع الملح باش هكذايا يعني كي يطيب يطيب بالبنه تاعو. فوالا نسخن الماء باش نمرقو كيما قلت، نعاود نمرقوه بالقليل تاع الماء باسكو نسحق اون صوص ثقيله شويه، يعني لاصوص تاعي نسحقها تكون ثقيله. هكذا نخليه بالبصل تاعو نمرقو فوالا، نغطيه ونخليه يطيب في غرضه. انتم مشاهدينا تروحوا تاخذوا مقادير تاع الطبق الرئيسي اكيد باش هكا نعاودوا نقولوا كيف كيف نشوفوا تحليتنا تاع نهار اليوم.